خواطر ميلادية. إن الإله الغير المقترب إليه قد شاء لغزارة تحننه أن يصير قريبا مني، فهو يأتي ليولد بالجسد كإنسان في مدينة بيت لحم من الفتاة العذراء، فلنجد ساعين بنشاط لنستقبله هاتفين بخشية: يا رب المجد لك. اليوم يرى عجب غريب، فإن مخلصنا يسعى الآن آتيا ليولد بالجسد من العذراء في المغارة من أجلنا. فالمجوس يوافون بالهدايا ليسجدوا له كملك، والرعاة مع الملائكة يمجدونه، ونحن نهتف وإياهم قائلين: المجد للذي تأنس من أجلنا. الأرثوذكسية، منارتك في الظلام.